السلام عليكم، نتمنى نلقاكم فيديو ديالي على خير. غنكمل معكم الخدمه. هنا خديت لون مغايه، تابع معايا. غنبدا معكم هنا، كنشد هنا في الخيط في الغرزه الاولى، نضرب هنا في الغرزه الاولى من جهه الاسفل، وهي نخدم هكذا الغرز ديالي عادي، وحده جوج ثلاثه أربعة خمسة ستة سبعة. هنا غنخدم واحد سبعة الغرزات، وغيبقى عندي هنا سبعة الغرزات، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة الغرزات. غادي نرجع مع هاد الغرز، نرجع معاهم هكذا هادي، هنا دائما وانا كنضرب في هذا الطرف هذا التحتاني. لاحظوا معايا هنا شنو غندير، غنخدم هاد الغرز، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. هنا ما غاديش نكمل سبعة الغرز، نخدم ستة الغرز ونرجع. هنا كيفما شتو غادي نبقى غادا نقص هاد الغرز حتى نحصل على واحد المثلث. دائما كنضربو هاد الغرز اللي عندي في الأسفل، واحد جوج ثلاثة أربعة. أنا كذلك نخدم خمسة الغرز فقط، نرجع مع الخدمة ديالي، جوج جوج ثلاثة أربعة خمسة، ضربهم في الغرزة لتحت، نرجع نخدم الغرز، واحد جوج ثلاثة. هنا غنخدم أربعة فقط، نرجع الغرز ديالي، نضرب هكذا في الجهة التحتانية، نخدم هنا واحد جوج ثلاثة. دائما كنخلي غرزة، نرجع مع الغرز، نضرب هنايا في الجهة السفلى، نخدم هاد الغرز دائما وحدة جوج، هاهي التالتة غادي نخليها، نرجع هكذا مع الغرز ديالي، نضرب هنا في الجهة التانية، نخدم هنا غرزة واحدة فقط بهاد الطريقة، نرجع هكذا مع نفس الطريقة اللي درت هنا، غنديرها في هاد الجهة
الفوقانية دائما هنا، غنضربو هنايا في هاد الغرز اللي عندي هنايا فوق، نركبو الخيط نرجع هكذا نضرب في هاد الغرزة الأولى، وحدة جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، عندنا كذلك هنا سبعة ديال الغرز، غادي نرجع معاهم عادي سبعة. دائما كنضربو هنايا الغرز اللي عندنا هنا، نرجع مع هاد الغرز ديالي ندير نفس الطريقة اللي درت هنا لتحت، غادي نبدا نقص في الغرز ثلاثة هنا أربعة خمسة، غنخدم ستة الغرز فقط، نرجع معاهم دائما نضربو هنايا، نرجع كيما كنا خدمنا ست الغرز، هنا غنخدم في هاد السطر هدا غنخدم فقط خمسة ديال الغرز، أربعة خمسة الغرز، ونرجع مع الخدمة ديالي وانا نطلع ونهبط، وانا غدا كنقص غرزة من جهة هنا تحتانية، نتوما كيما كتشوفو من بعد ما كملت خدمة ديال هاد المثلث خدمتو بنفس الطريقة اللي خدمت بيه هذا، هنا كنشدو هنايا هنايا باش نعوضو داك الغرز اللي حنا نقصناها، نضربو هاد الشيها بهاد الطريقة هادي، وحنا كنزيدو في الغرز وهي نضرب هنا في الجهة الأخرى، نشد الراس الأخر ها هو بهاد الطريقة هادي، نزيد هنا غرزة ديالي، نخدم هنا هاد الغرزة، نتابع بنفس الطريقة، نشد عاوتاني هنايا في هاد الراس هدا، نزيد الغرزة اللي أنا سبقني نقصتها، نخدم هاد الغرزات نشد هكذا في الراس، يعني دائما هنا كنزيدو الغرزات من تحت ومن فوق، نعاود نشد هنا في هذا الراس، نزيد الغرزة، نزيد
نرجع هذا الراس هذا هو نضرب فيه نزيد دائما الخبزة انا غنبقى خدامه وانا كنزيد غرزه من التحت وغرزه من الفوق شد عاوتاني هنايا نزيد هنا غرزه كنكمل الخدمه ديالي بنفس الطريقه هكذا وانا كنزيد الغرز من الفوق ومن التحت هاهي نزيد غرزه كمل الخدمه ديالي عادي هنا كيف ما وريتكم عندي هنا 7 3 4 5 6 7 ونفس الحساب هنا 1 2 3 4 5 6 7 ديال الطلعات لانني هنا كنخدمنا 7 ديال الغرزات في هذا المثلث وهنا 7 الغرزات هيا غادي نضرب هنايا مع زياده ديال الغرزه نخدم هاد الغرز ديالي المهم كيف ما اشتغل بنفس الطريقه نبقى غدا خدامه وانا كنزيد غرزه لتحت وغرزه لفوق باش ما يجيكمش الفيديو طويل خليكم معايا هانتوما كيف ما شفتوا انا كملت هاد الخدمه ديالي وانا كنزيد غرزه لتحت وغرزه لفوق هانتوما راه كملت هاد الضربات اللي كنضرب هنا انا كملتهم الخيط حتى هو سهل ليا غادي ندير خيط جديد هكذا كنخدم على هذا الخيط هذا هانتوما كيفما شتو كنركب الخيط ديالي عادي نخدم عليه بهاد الطريقة هادي هنا كيفما شتو أنا ساليت هاد الغرزات اللي كنت كنضرب فيهم هنا غادي نخلي هاد الغرزة الأخرانية دابا غنبدا نقص الغرز ديالي هاد الأخرانية مغاديش نخدمها غادي نرجع بالطريقة هادي كيف ما شفتو راه الخيط رجعته باش نخدم عليه هاهو نخدم هكذا هاد الغرز ديالي صافي هنا من بعد ما خدمت عليه واحد المسافة كان يعني نقطع هاد الخيط أولا خليه حتى من بعد نقطعه هكذا كمل الخدمه ديالي عادي كيف ما بديكم بعد ما كنا كنزيدو غرزه غرزه دابا غادي نقصو غرزه لتحت وغرزه من الفوق
انتما هنا كذلك غنخلي هاد الغرزة هادي ونرجع نخدم الخدمة ديالي عادي. هنا كذلك الفوق غادي نخدم هكذا ونخلي الغرزة ها هي نخليها ما نخدمهاش ونهبط هكذا مع الغرز ديالي كنتابع بنفس الطريقة نخلي غرزة لتحت وغرزة الفوق كما كتشوفوا هنا انا طلعت وهبط يعني كنطلع ونهبط وكنخلي غرز وحده من تحت وحده من الفوق انا هنا بقاو عندي جوج غرزات ونخدم هاد الغرزه وهي صافي هنا هانتوما غتلقاو واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه كذلك من الجهه الاخرى واحد جوج اربعه خمسه سته سبعه هي عفوا هي وحده جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة يعني كيكون عندنا هنا متساوي نفس العدد اللي كاين هنا كاين هنايا نشد هنا هاد الخيط ديالي نخدم نفس المثلث اللي خدمت هنا نعاود نخدمه هنايا بهاد الطريقة هادي نضرب هنا في هاد الغرزة اللي عندي هنا هيا نضرب هنا كنجي نضرب في هاد الراس ديال هنايا بالطريقة هادي ونزيد نخدم الغرزة ديالتي نضرب هنا الجهة التحتانية نخدم هاد الغرزة نخدم هاد الغرزة اللي عندي نضرب هنا كذلك كنضرب هنا وكنزيد الغرزة نضرب في هاد الراس هنا غنزيد الغرزة نخدم الغرزة اللي عندي هي نضرب هنايا الجهة التحتانية بالطريقة نخدم هاد الغرز اللي عندي عاديين هكذا انا دائما كنضرب في الراس وانا كنزيد الغرزة هي زدت الغرزة خدم هكذا باقي الغرز نضرب دائما هنا هكذا في الجهة التحتانية نخدم الغرز ديالي هادي نضرب هنا في هذا الراس وانا كنزيد الغرزة كيفما كتشوفوا انا غادا وكنرجع الغرز ديالي هي نزيد الغرزة نرجع الغرز من جهة فوقانية نضرب دائما هنا نرجع أولا نخدم هاد الغرزات
نضرب هكذا في الراس ونزيد الغرزة. نضرب هنا هي نخدم هاد الغرز نزيد الغرزة نضرب هنا ونزيد الغرزة ديالي من هاد الغرز ديالي. نضرب في هاد الغرزة اللي بقات عندي الاخرانية نخدم هاد الغرز هكدا هاديين نضرب هنا ونزيد الغرزة ديالي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وأنا رجعت سبعة ديال الغرز ديالي. بنفس الطريقة غادي نخدم مثلث واحد اخر هنا في الجهه هكذا الفوقانيه نفس الشيء غادي نضربو هنايا هذا الراس اللي عندي هنا ندير الغرزه ديالتي نرجع نضرب في هاد الغرزة اللي عندي هنا الفوق بالطريقة هذه نرجع مع الغرزة ديالي نقدمها نضرب في الراس دائما هنا كنزيد الغرزة كنتابع بنفس الطريقة. خليكم معايا انتم كيما شفتوا انا كملت الخدمة ديالي كما خدمت هذا خدمت هذا كنخدم وانا كنزيد الغرزه كيف ما قلت لكم من الجهه اللي تحت عليا يعني من هنا هي هي خدم كنزيد هكذا الغرزه هنا عندي واحد جوج ثلاثه انا رجعت الغرز ديالي اربعه خمسة اللي هما سبعة الغرزات خمسة ها ستة ها سبعة ديال الغرز هنا غادي نرجع لهاد الجهة يعني غنرجع للخيط انا خدمت به في الاول هكذا غادي نجمع هاد الغرز ديالي هنا صافي انا ساليت الزواق ديالي غادي نخدم هكذا الغرز هكذا عاديين انا وانا كنحسب باش نشوف واش باقي عندي نفس عدد الغرز كما شفتوا هنا انا عندي 24 واحد جوج ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تسعود باش ما تجينيش الخدمه يعني هنا غلطه باش ما نخليش شي غرزه هنا كيف ما قلت لكم 1 2 3 4 5 6 7 8 تسعود 10 10 هنا غنرجع هاد الخيط ديالي نخدم عليه باش نقطعو
10 11 12 13 14 15 انا من بعد ما خدمت عليه غنحب نقطع هاد الخيط ديالي 15 واحد جوج تلاتة ربعة خمسة ستة ثلاثة سبعة عشر احداش اثناش ثلاثاش اربعتاش خمستاش خمستاش ستاش كنشد في هاد الغاز هدا ها سبعتاش هكذا نجمع الخدمة ديالي 18 هاد الخيط هو غادي نخدم عليه 19 20 21 22 صافي من بعد ما خدمت عليه واحد المسافة غادي نقطعو 23 23 هنا هاي الغرزة 24 كده انا كملت هنا غادي ندفن الخيط ديالي غادي ندفنه هنايا من بعد ما سال ليا هو قرب يسالي نحاول انني ندفنه هنا وندير خيط اخر هذا تا هو ندفنو هنايا وغادي نخدم هنا واحد الطريقة وغادي ندير هنا خيط ندير هنا خيط اولا نخدم بهذا الخيط هذا نيت اللي عندي ها هو نضرب هكذا في التوب ونرجع نخدم الغرز ديالي عادي هنا غادي نخدم واحد المسافة ديال اربعة طلعات واربعة الهبطات او ستة على حسب كل واحد وشنو باغي صافي نتابعو نفس الخدمة اللي درت هنا نعود نديرها من بعد ما نخدم اربعة او ستة ديال الطلعات والهبطات خليتكم البنات على خير اللي كانت اول مرة كتشوف قناة ديالي نتمنى انها تدعمني بلايك وابوني وتفعل الجرس باش يوصلها الجديد